مفهوم. هو روقان في كل سهرة ولا موت في كل مرة، هو رأسه ومستمر. مرض مريم فارس يعود من جديد، والسيدة ماجدة الرومي تساندها. حلت النجمة اللبنانية مريم فارس ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربية مع الإعلامي سعيد الحريري، حيث تحدثت عن العديد من الأمور في حياتها العائلية والمهنية ومسيرتها الفنية. في البداية قالت مريم: عندما أنظر إلى مسيرتي لا يمكنني سوى النظر إلى حياتي بالكامل خلال هذه العشرين سنة، حيث إن أكبر إنجاز حققته هو العائلة والأولاد. فمنذ صغري كنت أردد أن الفن مجد باطل، وبين الفن والعائلة هناك تضحيات كثيرة. أكبر achievement عملته بحياتي أني عملت عائلة وولاد، هيدا أهم شيء أنا عملته بحياتي. أما عن الجزء الأقرب إليها من الوثائقي الذي عرض على نتفليكس وتضمن توثيقاً لمشاهد من حياتها خلال فترة حجرها أثناء كورونا وفترة إجهاضها وحملها بطفلها الثاني ديف، فقالت: الجزء الأقرب والأجمل كان في الشهرين الأخيرين عندما تخلصت من فيروس كورونا، فأحسست حينها أني أود أن ألعب بشدة مع ابني جايدن على الرغم من أن بطني كبر كثيراً. ولا شك أن أجمل لحظة في الوثائقي هي لحظة ولادة ابني الثاني ديف. هيدا أول مدار عيونه بحضني نامو. وعن الانتقادات التي وجهت إلى الوثائقي حتى قبل موعد عرضه على نتفليكس، فقالت: كنت سعيدة جدا بنجاح الوثائقي واحتلاله المراتب الأولى على مدى أسبوعين. على أي انتقاد تودني أن أرد، فبعد صدور الوثائقي كتبت عنه أجمل الكلمات، وكل من انتقد العمل قبل صدوره توقف عن الكتابة بعد. قول شو عم تحكي، قول أحكي شي على. أما عن تفاصيل تجربة المرض القاسية التي مرت بها وأبعدتها لأربع سنوات عن الأعلام، وعما إذا تجسدت العبرة من هذه التجربة بأغنية غدر يا دنيا، فقالت مريم: كلام هذه الأغنية كتبته شقيقة رولا، وأنا كنت حينها راقدة في فراشي، وعندما أردت تصويرها على طريقة الفيديو كليب أردت توظيف كامل طاقاتي الجسدية فيه، وقد فعلت ذلك لأثبت لنفسي أني تحسنت. غدر أنت يا دنيا. من جهة أخرى تحدثت مريم عن وقوف السيدة ماجدة الرومي إلى جانبها أثناء فترة مرضها، كما شكرت زملائها الفنانين على دعمهم لها، فقالت: أود أن أشكرهم جميعاً لوقوفهم بجانبي، وقد شعرت بأن دعم الناس هو السند. أما السيدة ماجدة الرومي فهي صاحبة أكبر قلب في الوسط الفني، لم أرى مثل قلبها الطيب ومثل شهامتها، وقد وقفت بجانبي بشكل لا يمكن أن أنساه، وهي الوحيدة التي صرحتها بوضعي وفتحت لها قلبي، وهذا ما خلق بيننا لحمة وعلاقة وطيدة أتمنى أن تدوم، وهي شخص لا يمكن أن يتكرر.